وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول نائب الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس السيد بشار شلبي. مرحبا بك معنا سيد بشار. تحياتي يا أستاذ يونس لك ولجمهور القناة الكريم ولشعبنا الفلسطيني في كل مكان. سيد بشار، رفض علمائي واسع، مظاهرات في كثير من الدول العربية رفضا لصفقة القرن ولتلك الورشة التي ستعقد يوم غد وبعد غد الأربعاء. كيف يمكن تقييم هذا الموقف العلمائي والشعبي مقارنة بالموقف العربي الرسمي؟ الحقيقة أنه يتجدد التباين هذا ويتعمق أكثر الفرق الهائل بين مواقف الشعوب من أقصاها إلى أقصاها مقابل مواقف الأنظمة في أغلبها. مواقف الشعوب تنحى المنحى الحقيقي الوطني الذي تفرضه مقتضيات الدين والأخلاق والعقيدة والسياسة، وبينما الموقف الرسمي ينحو المنحى المستجيب إلى الموقف الأمريكي بغض النظر عن أي من تداعياته. هذا التباين يتعاظم ويزداد بشكل أوضح مع اقتراب انعقاد ورشة المنامة المزرية والمؤسفة، وأيضا مع تنفيذ الخطوات المختلفة على الواقع وعلى الأرض فيما يسمى صفقة القرن. ما مدى إمكانية التعويل على المواقف العربية والعلمائية، وما أهميتها في ضوء الانبطاح بين مزدوجين العرب الرسمي؟ هي الحقيقة المواقف الشعبية سواء تمثلت بحركة الجماهير وحركة المؤسسات أو حركة العلماء على امتداد الأمة، أهميتها أنها تبقي الكيان الصهيوني المغتصب والمحتل في فلسطين والقدس، تبقيه عدوا في ضمير الشعوب وفي ضمير الأمة، حتى لو انزلقت المؤسسة الرسمية والأنظمة الرسمية انزلقت إلى التماهي مع هذا العدو وإلى التعامل معه كصديق وإلى اعتباره جزءا من هذه المنطقة. وبالتالي موقف الأمة وموقف الشعوب هو موقف جوهري وأساسي ولا بد من الحفاظ عليه لاعتبارات مختلفة، أهمها أن الأنظمة والقيادات تذهب بينما الشعوب باقية، أن الضغوط وموازين القوى تتغير بينما الأمة هي الثابتة، وهي يبدو أنها هي الثابت الوحيد في المنطقة، وبالتالي المراهنة عليها ضرورية وصحيحة للحفاظ على حقوق الأمة في القدس وحقوق الأمة في فلسطين وحقوق الأمة في كل مكان. البعض يرى سيد بشار أن رفض السلطة الفلسطينية لهذه الصفقة وللمشاركة في ورشة المنامة سيأتي بعواقب وخيمة على السلطة الفلسطينية وسيجعلها تعيش أزمة مالية كبيرة جدا في المستقبل القريب. هل الفلسطينيون مستعدون لذلك؟ أستاذ يونس، هذا الاحتمال وارد لأنه السلطة الفلسطينية كالذي أدخل الدب إلى كرمه كما يقولون في المثل الشامي، فلا الدب سيسمح بحماية العنب والكرم ولا هو سيقبل بالخروج. يعني السلطة الفلسطينية في مسار أوسلو التدميري للقضية الفلسطينية في كل يوم تنزلق انزلاقا جديدا، وكالذي يغوص في المستنقع بعد أن كان على ضفافه وعلى أطرافه يغوص فيه ولا يستطيع أن يتعامل معه إلا بأن يخطو خطوة جريئة أو خطوات جريئة إلى الخلف ويخرج من هذا المستنقع. كل شيء محتمل، الضغط على السلطة الفلسطينية وارد جدا، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمؤتمر المنامة لا يظهر بنفس الوضوح موقفا رافضا من مقتضيات صفقة القرن، وبالتالي السلطة الفلسطينية محتاجة بشكل حقيقي أن تعيد النظر في مواقفها من أوسلو ابتداء وفي مواقفها التالية لذلك، سواء التنسيق الأمني أو الإصرار على فصل غزة وديمومة الانقسام الفلسطيني وغير ذلك من تعاطيها مع قضية المقاومة والموقف من المقاومة بشكل عام. إلى جانب يجب أن تأخذ موقفا جريئا باتجاه كل هذه القضايا. إلى جانب رفض السلطة الرسمي والشعب الفلسطيني، هناك قوى مقاومة كبيرة رفضت أيضا التعاطي مع هذا الموضوع ودعت إلى مقاطعة هذا المؤتمر الاقتصادي، ومنها حركة حماس التي تعد فصيلا كبيرا وقويا بالإضافة إلى باقي الفصائل. كيف يمكن أن ننظر إلى هذا التحالف أو هذا الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني على رفض هذه الصفقة ومخرجاتها؟ أولا، موقف الفصائل هو جزء من موقف الأمة الذي قلنا أنه المراهنة عليه. ثانيا،
ما يمكن أن نسميه توافقا فلسطينيا في الموقف من المنامة، لا شك أنه شيء إيجابي، ولا شك أنه شيء يمكن البناء عليه إذا السلطة الفلسطينية اتخذت موقفا إيجابيا في مختلف القضايا المتعلقة بالمقاومة والمتعلقة برفض التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني. لكن لابد أن نؤكد أن سياق الأمور ليس من اليوم فقط، وإنما منذ احتلال فلسطين سياق الأمور أنه بغير القوة بمعناها العسكري وبمعناها الشعبي وبمعناها السياسي وبمعناها السلمي، بغير القوة لا يمكن للعدو الصهيوني أن يستجيب، ولا يمكن للدعم الأمريكي أن يحسب حسابا. وبالتالي المقاومة والعمود الفقري في المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، لا بد أنها تدرك أن يعني إفشال صفقة القرن ومنع تأثيرها الواقع على الأرض يتطلب المقاومة بأشكالها المختلفة وعلى نعم. رأسها الشكل العسكري نعم. ثم الشكل وهنا دعني أتوقف لأستمع إلى رأيك فيما يتعلق بقضية أو احتمال تفجر الأوضاع في حال فرض هذه الحلول على الفلسطينيين. تابعتم لا شك ما تسرب مؤخرا حول بنود وتسريبات هذه الصفقة، وخاصة مع هذا مع انعقاد هذا المؤتمر. هل نتوقع أن تتفجر الأوضاع في فلسطين المحتلة إذا ما تم فرض هذه البنود على الشعب الفلسطيني؟ أولا أخي يونس، لابد أن نشير أن مؤتمر البحرين أو ورشة المنامة يعني شيء الحقيقة فيه من السخف وفيه من الضحك على العرب الشيء الكثير، ويبدو أن الكيان الصهيوني يهتم بما هو على ضفاف ورشة المنامة أكثر مما يهتم بما هو بداخلها. يعني هو يهتم بأن الصحفيين الصهاينة يدخلون إلى المنامة بدون بالجواز الصهيوني، وأن هناك تطبيع مع المختلف دول الخليج بشكل أساسي، وأن العرب بأغلبهم يعني يتبنون التعامل مع الكيان الصهيوني كأنه جزء من المنطقة، ويهتمون بهذا الأمر أكثر من المفاعيل الحقيقية. والدليل أن مستويات التمثيل حتى التمثيل الصهيوني في ورشة المنامة هو مستوى متدني. على كل الأمر فيما يتعلق بصفقة القرن، نعم يمكن واحتمال وارد أن تتعاظم الأمور وأن تتراكم الاحتقانات تجاه الإجراءات التي يتخذها الأمريكيون فعلا، ويتخذها العدو الصهيوني ممثلة برئيس الوزراء المجرم نتنياهو. ممكن أن تتفاقم الأمور وتتراكم باتجاه انفجارات عسكرية ومواجهات مختلفة. الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن المقاومة، والمقاومة الفلسطينية لن تخذل شعبها ولن تخذل أمتها. وصلت الفكرة. وبالتالي لا أشكرك. يستطيع أحد أن يراهن على سكوت المقاومة أو سكوت الشعب الفلسطيني. أشكرك جزيلا تجاه هذه الصفقة. سيد بشار شلبي، نائب الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.